مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحشتونا جدا جدا. بنستكمل حلقات برنامجكم بدون سابق انذار في الموسم الثاني ليه. حلقتنا النهارده حلقه استثنائيه لاننا متواجدين معاكم فيها احنا الثلاثه النهارده. ان شاء الله استنى قوي قوي احنا الثلاثه، وقليل قوي لما بنتجمع احنا الثلاثه كده مع بعضنا، بس بتكون احلى حلقه يعني الحمد لله. اكيد ان شاء الله من الاسبوع الجاي هيبدا النظام بتاع الموسم الثاني للبرنامج زي ما هو كمان كان، هيرجع كما كان باذن الله ان شاء الله. طيب موضوع حلقتنا النهارده موضوع مثير للجدل، موضوع وصل ان سنة 2020 بقت خط احمر، وده طبعا راجع لإحصائية بتقول انها اكتر سنة حصل فيها جرائم قتل بين الزوجين، هي كانت سنة 2020. تفتكروا القتل يا بنات بقى اسهل حاجة عندنا، ان احنا يعني حاجة سهلة سولفة سول كده ان اي حد يقتل حد، وبقى كل واحد عايز ياخد حقه او مضايق حد يروح قاتل عامل جريمة قتل يعني؟ وبالنسبة للي حصل وبالنسبة للي احنا فيه حاليا دلوقتي بقت اسهل حاجة عندهم القتل، اي حاجة تحصل اي خلاف صغير يحصل اي حاجة، ما بقاش في عدم، ما بقاش في قناعة ولا رضا كده زي زمان، ما بقاش في لا طب تفاهم، طب ما فيش اي حاجة، لا خالص اي حاجة ولو خناقة بسيطة اي حاجة بتحصل. بالنسبة كمان القتل يا هدير انتي بتتكلمي عن جرائم الازواج، مظبوط بالظبط، بيبقى يعني بتبقى كتير. انتي قلتي ان كان في احصائية نسبة عالية جدا يا بنات، انا يعني الواحد بيشوف الاحصائيات بينبهر كده يتخض الفترة اللي فاتت. دي حقيقة. طيب دلوقتي تفتكروا ليه زادت الفترة الأخيرة موضوع زيادة الجرائم القتل دي؟ بصي يا هدير، يمكن بسبب فترات الحجر المنزلي الطويلة والخوف المستمر من الإصابة بالكورونا والفقر وغيرهم، ده يمكن قلة وعي برضو، ده يمكن سبب ارتفاع حاد في حالات العنف الأسري. ويمكن احنا كمان عندنا في البرنامج حملات توعية ظهرت احنا اتكلمنا عليها قبل كده، لما عملنا في حملات توعية ظهرت اتكلمنا فيها ضد العنف الأسري وغيرهم وغيرهم والتنمر وغيرهم، بس فعلا في ظهرت حملة توعية بتتكلم على العنف الأسري ضد الستات طبعا او البنات او الكلام ده، بس احنا موضوعنا النهارده هيبقى عن الأزواج عامة. وحالات الطلاق زادت اول فترة اللي فاتت، والسبب كان عند الزوجة يعني الزوجة؟ ليه؟ فعلا ليه كده؟ والله الزوجة العنيدة هي اللي بت يعني ترفع. لا لا، هي مش الزوجة العنيدة وبس، اللي مبقاش عندها ثقة. طب اقول لك على حاجة، في طلاق بيجي عشان مثلا بيشك فيها، بيشك في تصرفاتها فبيطلقوا، بيقتلها عشان بيشك فيها بيطلقوا، كتير شك زيادة، عدم تفاهم، غيرة، خلل، غيرة، خلل في العلاقة. انا بس عايزاكم تقولوا لي ليه الجرائم القتل زادت في 2020؟ تفتكروا من وجهة نظركم، طبعا امنية قالت بسبب فترات الحجر المنزلي الطويلة. يعني عارفة انت المثل اللي يقولك جنازة في البيت ولا راجل في البيت يعني الست لدرجة ان هي رجحت ان الجنازة افضل بالنسبة لها من قعد الراجل معها في البيت، لانه طول ما هو قاعد اعملي سوي اوامر اوامر اوامر، طبعا هو مش متعود على القعده في البيت فبيخنقها، فبيضطر يبقى فيه مشاكل بينهم. ومن ضمنهم برضو عدم الاتزان بين الخلل، سواء الراجل او الست، مش بنحدد حد معين بالزبط. ممكن قله المصاريف بالظبط اكيد. كل دي اسباب ايه تاني؟ في فقر، انا قلت فقر وقلت الحجر المنزلي طبعا، في خيانه واكتئاب وحاجات من دي. وفي خيانه يا جماعه، في مثلا ايه تاني؟ تعاطي المخدرات. طبعا تعاطي المخدرات ده تقريبا أسوأ حاجه في الدنيا بعد القتل على ما اعتقد يعني، مظبوط. ممكن الزوج وقتها يقتل زوجته عشان كان ليه مش فايق. ليه يا امنيه؟ طب يعني هل لازم يكون الشخص ده متعاطي للمخدرات ده عشان؟ لا مش لازم يكون الشخص متعاطي في للمخدرات عشان يقتل مراته مثلا، مظبوط. لا مش شرط، مش على فكره في ناس بتقتل وهي في كامل وعيها يعني، وهي هو الراجل في كامل وعيه بيعمل. شفتي الراجل اللي هدير قتل مراته قدام مدرسه، قدام زمايلها في المدرسه ومش عارفه ايه؟ شفتي انت كنت هتتكلمي عنه قبل كده؟ مظبوط. في بقى طب قولي لي احكي لنا الحكايه دي. طيب خلوني اقول لكم، زوج يطعن زوجته بعد سنوات من الحب، فقتل الزوج زوجته التي كان يحبها داخل احدى المناطق بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية. تعرفت الزوجة على زوجها ونشأت بينهم قصة حب وتجوزوا، وسرعان حب كمان ايوه كانوا بيحبوا بعض
خدوا بالكم ركزوا على حته ان هم اتقتلت وهم الاثنين كانوا مرتبطين وبيحبوا بعض واخدين بعض عن حب واتجوزوا وسرعان ما بدات المشاكل تقوم بينهم وتحولت لضرب واهانه بسبب طلب الزوج من زوجته المال ومن اسرتها بصفه مستمره وبعد الحاح ففرضت الزوجه رفضت الزوجه فراح قتلها يعني عشان هو هي عايز دي فلوس. أنا حكاية دي هو زوج عايز فلوس من زوجته عن طريق اهلها فراح كل شويه يطلب كل شويه يطلب وهي ترفض هو ده الراجل اللي قتلها عند المدرسه لا تقريبا ايوه راح قتلها راح قتلها وبعد كده هي خلاص لقت مسرحها وما افتكرش يوم حلو كده بينهم عاشوا مع بعض مفيش ما افتكرش حاجه حلوه كده لا طول العشره حتى ما حلتش ايوه طول العشره اللي ما بينهم والحب اللي هم كانوا لا يعني المشكله ان هي كلمه ان هم كانوا بيحبوا بعض وحصل بينهم كده ده دليل على ايه؟ ان هم ما كانوش بيحبوا بعض اصلا ولا كانوا بعض والحب قل بعد الجواز بصي انا مش معاكي في ممكن الحب يقل بعد الجواز بس عمره ما يوصل لكره يؤدي للقتل ايوه مفيش كده يا هدير ممكن يقل بعد الجواز كمان لسبب ان هو مثلا مش قادر انه بسبب ضغطه مثلا هي مش لاقي حاجه منه ماشي انا بقول لك ممكن يقل بعد الجواز حلو لكن ما يوصلش ابدا لكره ان هو يوصل لكره وبعد كده يؤدي للقتل لا انت عارفه فكره ان الواحد يعني يقتل وان هو يتجرأ ان هو يعمل حاجه زي كده دي حاجه صعبه جدا انا ما اعرفش هم ازاي بيقدروا يعملوا ده طب كان في عندنا بقى حاله برضو في قريه شنتنا الحجر مركز بركه 7 محافظه المنوفيه ان واحد برضو قتل مراته بسبب اهله يعني اهله كل شويه بقى شوف مراتك شوف مش عارف ايه شوف الحق اهله عليه قام قايل طب والله لو طلعتلها فعلا طلع قتلها يعني اللي هو بسهوله كده انتوا عندكم بسهوله كده يعني انتوا عندكم القتل ده حاجه سهله قوي كده قله وعي وقله دين قله وعي وقله دين الدين قل جدا فدي قله وعي وقله دين وطبعا في خلل في العلاقات فان هو يؤدي ان هو يقتلها في عندنا كمان مثل زوج قطع جسد زوجته نصين يا ربي قدام اطفالها اتنين قطعوا نصين الكلام ده كان في عيد الاضحى الماضي في الساعات الاولى من صباح عيد الاضحى الماضي طبعا جريمه بشعه هزت حي المريوطيه راحت فيها ضحيتها سيده بعد ان قطع زوجها جسدها لنصين قدام بنتين يعني قدام طفل يعني اتنين اطفال والاتنين بنتين فانتي متخيله الموضوع صعب جدا ازاي ليه كده ليه بقى عمل كده انت بتفكروا ليه عشان شك في سلوكها شكيت في سلوكها طلقها ما تقتلهاش ده تعبان انتوا بتعملوا كده ليه ده مش تعبان صح ده يعني مش مريض او حاجه معانا مداخله جالنا من المنوفيه جالنا للاسف الخط قطع المهم ان عشان شك في سلوكها في منطقه ابو النمرس الجيزه ورمى جثتها بعد قطعها نصين رمى جثتها في ترعه المريوطيه الموضوع كبير وطبعا كان في زاد عن حده قوي انت عارفه يعني ايه يقتل قدام ولاده ده غير كده الجيران كان دايما بتسمع اصوات خناقهم وصوتهم اللي كان بيعلى تقريبا بشكل يومي الكلام ده السنه اللي فاتت يمكن ما سمعناش عن الحادثه دي كتير بس طبعا حادثه بشعه بكل المقاييس اكيد طبعا عشان شك في سلوكها فقتلها ما طلقهاش تمام معانا كمان مثال برضو عامل ينهي حياه زوجته بسكين مطبخ بتاريخ 22 مايو 1920 وانتهت حياه زوجته عقب 18 سنه جواز من الحب والموده يعني قتلها عاشوا مع بعض 18 سنه في حب قتلها ليه في سبب قتلها بعد ان اجهز رجل على زوجه يعني جهز راجل كمان انه يقتلها يعني جوزها اللي جهز راجل سلط راجل يعني او جاب راجل انه وصى يقتل مراته وصى واحد انه يقتل مراته جوزها اللي عمل كده معانا معلش يا ندى هنقطع كلامك معانا علي من المنوفيه علي ألو أيوة يا علي إزيك سلام اتفضل سلام وعليكم السلام اتفضل مع حضرتك باسم مش سامع مين باسم أنا أسفة باسم اتفضل اتفضل يا باسم كنت عايز أقول لحضرتك السبب المشاكل اللي دلوقتي هي بتبقى من لسه الست نفسها يعني
بتحس ان الراجل نفسه مش كل المشاكل بتيجي من الراجل. يعني احنا مريت بحاجات قبل كده يعني حصل حياة ان هي سبب الغيره هي بتسبب كل حاجه وهي بتولد المشاكل وهي بتسبب العنف في البيت. ممكن توطي التلفزيون شويه بس يا باسم؟ التلفزيون واطي خالص والله. طيب اتفضل كمل. يعني انت من وجهه نظرك ان بسبب غيره الست ممكن الزوج يقتلها؟ سبب الغيره دي بتبقى عند الست هي اللي بتولد المشاكل، يعني كل شويه انت رايح فين؟ انت جاي منين؟ ده بيخنق الراجل نفسه. تسبب مشاكل لكن ما تجيش للقتل يا باسم. اكيد بالظبط ما توصلش مش لدرجه القتل يا باسم في النهايه بتقول رايح فين وجاي منين؟ ما بتجيش للقتل، ما تبقاش يعني مراقباني 24 ساعة. ما إيه هي ممكن تكون بتعمله بدافع انها بتطمن عليك او بتطمن عليك مثلا او بتحبك زياده خايف عليك قلقان عليك، لكن مش بتعمله بدافع انها تخنقك اكيد. لا ما ده مش انها تطمن عليها 24 ساعه اللي هي ايه يعني في واحده مش كل الستات زي بعض طبعا اكيد طبعا مش كل الستات زي بعض اللي هو بيبقى ايه يعني في واحده بتبقى عندها نسبه الغيره عاليه شويه اللي هي عايزه اي مشكله باي طريقه مش عايزه جوزها يطلع من عندها عايزه تروح. لا ده دي غيره مرضيه يا علي، دي مش غيره طبيعيه يا باسم انا اسفه، دي غيره مرضيه مش غيره عاديه. باسم طيب تمام. هو كان بيقول باسم ان الموضوع بسبب غيره الست فده بيولد مشاكل كتير، انتوا رايكم في الموضوع ده؟ مش سبب في ان هو يقتلها، هو ممكن يكون مشكله عاديه لكن مش سبب يطلقها. ملوش دافع ان هو يقتلها. يطلقها برضه الغيره الزياده دي والكلام الكتير بيزهق الراجل برضه. يا ندى يطلق ما يقتلش بالظبط يقتل ما توصلش لا لا ما توصلش للقتل طبعا طبعا. طيب من اهم النقط هي قله الوعي والدين زي ما امنيه قالت. وطبعا اللي وصانا ان ربنا وصانا على الازواج ان احنا نعملهم بالحسنى تمام وبالمعروف. فصدق قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن درارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه صدق الله العظيم. طبعا الايه دي بتاكد ان ربنا كمان بيوصي ان انتوا مش متفاهمين خلاص افترقوا سيبوا بعض، لكن ما توصلش ان انت تتعدى عليها لا سيبوا بعض بالمعروف. سيبوا بعض بالمعروف لكن ما تتعداش عليها وما تتخطاش حدودك عليها عشان ربنا هو اللي وصاك على زوجتك طبعا. وده مش معناه خالص مش مبرر ان انت تقتلها. دي قله دين مظبوط. ده قله دين. كنا بنشوف حالات القتل بين الزوجين قبل كده بيقولوا مثلا خيانه سواء من الزوج او الزوجه، لكن دلوقتي بنشوف حالات القتل يقولوا لا دي خناقه بسيطه لا مش عارف ايه توصل بسيطه ادت للقتل. ايوه بالظبط في اسباب غير منطقيه في الموضوع توصل للقتل. طب بتقولي لا ده انا بغير عليها زياده توصل برده مصير للقتل. مصير اولادهم ايه اللي بيشوفوهم؟ انا بقول لك زوج قتلها يعني قسم جسمها نصين. انا كطفله شفت الموضوع ده بغير. ايه هدير لا يقولوا ايه يعني مثلاً. يعملوا هم ايه مصيرهم هيبقى ايه هو باباهم بعد كده هيقول لهم ايه؟ المشكله ان سواء الاب طبعاً او الام اللي عملوا كده ما فكروش في ولادهم ان هم هيتيتموا، ما فكروش في ولادهم مين هيربيهم مين هيراعيهم. السبب الرئيسي ايه هدير؟ السبب الرئيسي الجحود. انا مش شايفه اي سبب لان واحد يقتل زوجته قدام ولاده غير الجحود. معانا استاذ عمرو من طنطا. وعليكم السلام. ايوه استاذ عمرو اتفضل. ايوه اتفضل سامعك بس علي صوتك شويه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. هو انتوا بتتكلموا عن حالات الزيادات والاكل وكده؟ مظبوط يا فندم. علي صوتك بعد اذنك. طبعا خيانه وكلام خيانه؟ ايوه وفقر. خيانه وفقر. احنا قلنا دي اسباب لكن ما تقتلش. لكن هي دي اسباب ممكن تدعو للمشاكل لكن مش للقتل. كبرها الطلاق يعني. وبعدين هو ليه نقتل وفي قانون في البلد؟ يعني احنا ليه نقتل وفي قانون في البلد؟ مش في قانون؟ مش في حاجه اسمها قانون نمشي عليه؟
انت عندك مشكله او لا قدر الله زوجتك خانت او حصل حاجه، مش المفروض تاخد حقك بقانون ولا هو بقت بالدراع؟ بيبقى في عقاب قصدها بالظبط. دي اغلبيه حالات نفسيه. ممكن بس تبعد عن التلفزيون بس شويه عشان نسمع صوتك. يا ريت تعلي صوتك. اغلبيتها بتبقى حالات نفسيه يعني. حالات نفسيه؟ ولو برضو يعني مش تقصد مريض. بص هو لا حرج طبعا على المريض، لو هو مريض فلا حرج على المريض. آه. لكن احنا بنتكلم في الناس اللي بتبقى واعيه 100%. ايوه طبعا. تمام، شكرا لاتصالك. الموضوع يعني بجد خطير جدا، ان في قتل بقت باسباب غير منطقيه يا هدير. ليه يعني نخاف اللي بعدين هيبقى ايه؟ صح. ده بقى في ولا بقى في وعي ولا بقى في دين ولا بقى في اي حاجه. بيرجع للاخلاق. خناقات بسيطه بتنتهي بالقتل. بيرجع للاخلاق من البدايه، ان احنا المفروض نزرع القيم والاخلاق في اولادنا، نعرفهم ان احنا لما بناخد ولاد الاصول او بنات الاصول ما ينفعش ان احنا ناذيهم بشيء. لو هم يا هدير لا قدر الله كانوا وحشين. ما في اهالي كويسين يا هدير، بس الاشخاص بيطلعوا كده. في فعلا ست مثاليه بتبقى حلوه قوي قوي مع جوزها، الست الصبوره، الست اللي ما حدش الاسرار بتاع البيت ما تطلعش بره البيت اصلا، الست اللي بتكبر جوزها كده يعني اي مكان بتكبره في اي مكان. كان الست اللي هي ما بتقولش الاخبار يعني الا الاخبار الحلوه فعلا عن البيت، يعني بتبقى واقفه كده في ظهره، بتبقى واقفه يعني ايه يعني لما نمشي بالنظام. طب فلنفترض إيه ان يعني الست كانت بتنكد زي ما بيقولوا بتغير و حتى لو بتنكد وبتغير وبتعمل كل حاجه وحشه، في حاجه اسمها طلاق، ربنا قال في طلاق. مظبوط. ما تقتلش يا ندى. مظبوط صح. لان الضغوط برضو بتخليها انها هي طبعا هو ما بيشوفش قعدتها مع اولادها بتبقى عامله ازاي، بتفضل قاعده طول الوقت مع اولادها، فبتبقى معاكي مكالمه؟ لا كملي. فبتبقى الدنيا بالنسبه لها مش متظبطه طبعا، بيجي هي بتبقى مخنوقه جدا، بتبقى مضغوطه جدا، مش عارفه تعمل ايه، ضغط شغل برضه. فهو بيجي برضو عايز ان هي تضحك له، طب ما تشيل عنها شويه، ما ممكن تكون هي شويه تعبانه. معانا حسين من القطاميه. الو. الو. الو يا فندم. اتفضل. ايوه اتفضل. الو. ايوه استاذ حسين مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. للاسف للاسف حاول الاتصال بينا مره تانية يا استاذ حسين. هي الغيره بقى المرضيه ممكن اللي بتقلب بشك. صح، الغيره اللي بتقلب بشك. بتقلب بشك. هي دي اللي بتوصل للقتل. الغيره اللي بتقلب بشك هي بس اللي لا ما توصلش القتل. لا لا في احيانا بتوصل للقتل. مرضيه، الغيره المرضيه ماشي هتقلب معاه بشك في. فانا معاكي. ما هو زي ما انت قلتي بيشك في سلوكها. فشوفي غيره. لا بس استني، هو مش عشان كمان بيشك في سلوكها وبس فقتلها. لا ده كمان يعني كانوا بيقولوا ان هو مدمن مخدرات كمان. كمان المدمن ده بيبقى بيتعاطى وهو عارف ان هو هيفقد عقله، يعني ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا. لا هي الغريبه في ان المدمن ازاي بيكون مكمل في كل الطريق ده ومش عارف ان اخرتها موت او حبس، ولا ازاي اصلا الحاجه الغريبه اللي احنا بنشوفها اصلا، والحاجه الغريبه اللي هو بعد حب وارتباط يا حبيبتي المدمن ده ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا. مش كده، مش المدمن خالص، نبعد عن المدمن خالص. الحالات اللي جت لنا والحاجات اللي احنا شفناها، الحب والارتباط وده كله. معانا استاذه ناهد من الجيزه. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. دلوقتي انا عايزه اقول لكم سؤال. اتفضلي. دلوقتي زوجي ماشي، كل ما يجي يتكلم معايا يقول انا عايزه اتجوز. وانا مش مقصره معاك حاجه. تمام. ماشي. فهو دلوقتي بيتكلم مع واحدة. بيتكلم مع واحدة؟ بيخونك يعني؟ ودي قال لي انا بتكلم مع واحدة وهي بتكلمني. نجح كمان. طب والواحدة ده عارفة ان هو وبعدين؟ وبعدين بقول لها بتكلمي ليه؟ بتقول لي ده اخ واحنا صحاب وهو كفاية عليك اللي هو بيجيلك يعني. يعني قصدها ان انت كده كده الاساسيه بيلف يلف ويرجع لك وهو هم مجرد صحاب بس. صح. هو انت منين؟ انت منين؟ من المنيا. انا من الجيزه. انت من الجيزه صح؟ طيب هو يعرفها من بدري؟ يعني هم كانوا صحاب قبل ما تتجوزوا مثلا؟ اه
شهرين. يعرف من شهرين. هو انتوا متجوزين من امتى؟ احنا بقالنا 5 سنين. اه مخلفين يعني. معايا ولدين. تمام. طب انت ما حاولتيش تقولي، انت ما حاولتيش تقولي له مثلا انا مش ناقصه، انا مش هتقولي له فهماني ثانيه واحده، هي ممكن تكون طبيعتك بس على فكره حاجة. هو انتوا اهاليكوا الطبيعي عندكوا ان يبقى ليه صاحبه بعد الجواز وقبل الجواز وكده؟ لا احنا ما عندناش كده، ده مش الطبيعي. طب انت ما اشتكيتيش اهله ليه؟ ما رحتيش لاهله ليه؟ طب هل انا اكلمها؟ هي بترن علي، هل انا اكلمها؟ بترن عليكي عايزه ايه؟ ما انا مش فاهمه، هي بتتصل بيكي بتقول لك ايه؟ يعني عايزين اصحاب، يعني انا صاحبتك وتجيلك بقى وكده يعني زي اخويا وكده يعني. طب ما يمكن هي مش فاهمه اي حاجه، وهي عايزه توطد العلاقات بينك وبينها علشان خاطر تقدر ان هي يبقى الموضوع سهل. ممكن هي عايزه تصاحبها عشان تروح لها البيت برضه. ايوه اعرف ناس كده. ايه اعرف ناس كده. طب ايه الحل مع زوجي دلوقتي؟ انت روحي اشتكي اهله. اشتكيتي لاهله؟ لا بصي ليه هو مش هو بيحب إيه؟ مش هو بيحب الزوج اللي يكلم مع مراته؟ هل صح الزوج يكلم عن مراته واحده واثنين وثلاثه؟ لا طبعا. طب انت اتكلمتي معاه؟ قلتي له ايه اللي ناقصه في البيت؟ في حاله انت معاه بيقول لي مش حرام. هل يا جماعه دي حرام ولا حلال؟ لا ايه لا معلش، هو لو هيتجوزها لو هو هيتجوزها فده طبيعي حلال، يعني مش محرم. لو مش هيتجوزها وبيتكلموا اصدقاء؟ لا ما بيكلموا اصدقاء يبقى لا. ماشي احنا بس نمسك محور. هو ده عادي عندك؟ انت ما عندكيش اي مشكله في ان هو يتجوز تاني؟ مشكلته حتى بابا انا ماشيه معاه يقول لي دي حلوه. انت ما كنتيش تعرفيه قبل الجواز؟ طيب عينه زايجه. طب وقبل الجواز ما كانتش عينه زايجه؟ لا خالص، ولا بعد الجواز بسنه بسنتين؟ لا خالص. ده انت طب انا اقول لك حاجه، طب ما تحاولي تشوفي هو بيبص على ايه وبيعجب ايه وتعمليه. أيوة. يمكن ده الحاجه العائق بينك وبينه. ليه ما سالتوش؟ ما قلتلوش انا يعني انا بعمل لك كل حاجه، انت ايه ناقصك وانا اعمله لك؟ اللي هو تتكلمي معاه يعني وتشوفي هو. أيوة. ايه اللي ناقصه الاول؟ انا حاولت معاه على قد ما قدرت ماشي، بس ما فيش حاجه جابت نتيجه. حتى بابا انا ماشيه معاه مش عاجبه حاجه، هو دي بص عينه زايده برضو. طيب ايه ما عندكيش حل؟ ما فيش حل غير ان انت تلجئي لحد من اهله بقى. بالظبط، اتكلمي مع حد من اهله. لو ما فيش حل مع حد من اهله وانت مش حابه العيشه وانت مش حابه تكملي معاه، شوفي هيقول ايه. بس يعني ده اسلم حل ليكي لو انت مش حابه ان هي يبقى ليكي زوجه تانية. شكرا قوي على اتصالك. في الحاجات الغريبه دي. لا بجد انا عايزه اقول لك يعني زمان ما كانش كده خالص. انا عايزه اقول لكم ان في فعلا بجد حاجه حقيقه بجد كانت قدامي. ان فعلا واحده متجوزه واحد هو كانت عينه زايجه بقاله فتره طويله، بقاله مده يعني من زمان عينه زايجه من قبل الجواز. تمام. من قبل الجواز واتجوزته. تمام. طبعا عارفه عشان عينه زايجه وعشان عارف ستات كتير جدا بقى يشك حتى في البيت اللي هو فيه، بيشك في مراته وبيشك في اهله وبيشك في كله. ده طبيعي. دي حقيقه. جت في واحده كانت صاحبتهم، تمام، حاولت تتقرب لمراته وتطلع عندها وتقعد معاها اطول فتره ممكنه ومش عارفه ايه زي اللي كانت معاها. بالظبط. بس فعلا ده حقيقي، دي تجربه حصلت انا عرفتها، يعني حد اتكلم قدامي عليها. وقعدت وتقعد معاهم يا هدير وتاكل معاهم في بيت واحد ومش عارفه ايه، وفي الاخر مراته اكتشفت ان هي هو على علاقه بيها، بس في الاخر هو سابها، يعني سابها رماها، فاهمه؟ وبعد كده رجع بيته تاني. استفاد ايه بقى؟ استفاد ايه بتاع ستات؟ في رجاله كتير كده. والمشكله ان هو ممكن هي دي نزوه بالنسبه لي. بس المشكله ان هو مقفل على كل بيته كله مقفل عليك. مقفل. خايف احسن يعملوا زي ما هما بيعمل. المشكله بس اللي انا عاوز اعرف حاجه، هما اللي بيقتلوا واللي بيعملوا هما بيستفادوا ايه بعد ده كله؟ بيستفادوا ايه؟ انت بتستفاد ايه لما تقتلها؟ استفاد ايه لما تعمل فيها كده اصلا؟ استفاد ايه؟ ده هي ام عيالك وهي اللي شايلاك وهي اللي عملت لك حاجات حلوه كتير. طب انتوا مصدقين؟ معانا ام رودين. رودينا من المنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا رودينا؟ ام رودينا مامت رودينا. ازيك يا ام رودينا؟
اتفضلي. انا من المنيا. اتفضلي. اهلا وسهلا. حضرتك بتتكلمي على اللي قتل زوجته ده. اه مظبوط. قدام اطفالها. ازاي امن يعني على اطفالها الاولاد اللي ازاي امن يعيشوا معاها تاني؟ لا احنا بصراحه ما نعرفش القضيه خدت مجرى ايه. انت سامعينا يا رضينا؟ يا امي لدينا؟ موت رضينا. طب انت سامعينا؟ طب انت ايه رايك في المشكله دي طيب؟ انا من وجهه نظري يعني اي اختلاف المفروض ينفصلوا مش لازم القتل. ايا كان الموضوع يا جماعه احنا الموضوع ما ينفعش يوصل للقتل ايا كان هو ايه. الانفصال صح يعني. صح كده؟ طب حضرتك عايزه تضيفي اي حاجه تاني؟ لا بره معلش. العفو. ميرسي. شكرا. شكرا لاتصالك. بس كنت عايزه اقول لكم مثل. طبعا المثل ده انا مش عارفه هو حقيقي او لا. الفقر اللي بيدخل من الباب يخرج الحب من الشباك. ده بجد؟ اه انا معاكي في المثل ده جدا بجد. اه طبعا. شفتي حد مثلا حالات كتير. أوه. كتير. هقول لك ليه الست بتبتدي تاخد جنب ويحصل مشاكل بينها وبين زوجها بسبب ايه؟ قلة المصاريف. انا عايزه هو مش قادر يلبي مش قادر يوفي بيته ويكفيه فبالتالي بيحصل هو بيبقى مضغوط وهي مضغوطه. هي ليه ما تشوفش مثلا ظروفه ليه ما تشوفهوش هو مش هي قادر هي بيبقى غصب عنها لان بيبقى عندها اولاد ملزمه فيهم. فاهمه قصدي؟ أيوة يعني هي بيبقى عندها اولاد هي ملزمه فيهم هي مش بتطلب لنفسها انها تخرج وتتفسح. انا بتكلم الناس اللي بتبقى تعبانه وشقيانه وعندها اولاد عايزه تربيها كويس عايزه تدخلها مدارس كويسه فالاب يعني بيبقى احيانا مش قد المسؤوليه ان هو يقدر يكفي بيته فبيبتدي بيكون في فقر في البيت طبعا ما فيش فلوس فبيبتدي بقى ايه الاثنين يكرهوا بعض. يمكن يا هدير مش بيكرهوا بعض وبس يمكن ما فيش حاجه ما بينهم بقى خلاص بتربطهم بينفروا مظبوط بينفروا من بعض خلاص هو لا هو طايقها وشايفها زنانه وعايزه فلوس وهي لا طايقها وشايفها مش قد المسؤوليه وما بيصرفش هاتلي وهاتلي وهاتلي ومش عارف ايه الطلبات الكتير. عشان كده يا هدير نكون عارفين اختياراتنا كويس قبل ما نختارها يعني احنا نكون عارفين احنا داخلين على ايه. صحيح. انا يعني داخله على حد هيربي لي كل طلباتي زي ما انا كنت عايشه مع بيت اهلي. بس انا بتكلم يا امي او لا انا بتكلم في الراجل اللي بيستسهل ويشتغل مثلا سي شغلانه واحده وعارف ان الشغلانه دي مرتبها ما بيكفيش. انت شغال شغلانه واحده ومرتبك مش بيكفي زوجتك واولادك لا انت ممكن تدور على شغل كمان وتشتغل شغلانه واحده وطول الليل شغلتين بقى مع اصحابك شغلتين ما تروحش تقعد على القهوه وبدل ما تقعد على القهوه وتصرف على القهوه لا انت وفر الفلوس دي واشتغل شغلتين واقدر كفي زوجتك واولادك علشان ما يبقاش في مشاكل ولا في حمل كتير عليك. معانا استاذه جنه من المنوفيه. اتفضلي. الو ازيك يا امنيه انت وهدير وندى. ازيك يا جنه عامله ايه؟ الحمد لله. انا كنت عاوزه اقول حاجه مهمه جدا في الموضوع بتاعكم. اتفضلي. انا من وجهه نظري شايفه ان السبب الرئيسي في الموضوع ده ان احنا المجتمع بتاعنا بيحاول يطلع لنا الست تبقى مستغنيه عن الرجاله ويطلع رجاله محتاجه ستات خارصه بمعنى ان الراجل ما بقاش يعني يحب الست اللي هي سترونج اندبندنت وومن ما يحبهاش يحب الست القاعده في البيت. الفكره ان ما فيش حد بقى يعلم الراجل والست ازاي يبقى زوج او زوجه بشكل صحيح او بشكل سليم. صح مظبوط عندك حق. ما حدش بيعلمهم ازاي يبقوا اب وام مسؤولين من حياه زوجيه يربوا اولاد بطريقه صحيحه يواجهوا مشاكل وصعوبات الحياه مع بعض هما الاثنين. طب انت من وجهه نظرك المفروض ايه اللي يحصل عشان ده يتم؟ المفروض نعلم الستات او نعلم الرجاله ازاي يبقوا اشخاص مسؤوله من حياه مسؤوله. يعني ان الراجل محتاج للست ان الست محتاجه للراجل وان الاثنين بيطلعوا لي بيكملوا بعض. صحيح. مسؤول عن بيت. مفروض. صح انت عندك حق يا جماعه. خلاص هتكوني مسؤوله عن اللي انت فيه دلوقتي. انت مسؤوله انت بتعملي ايه وهتجيبي ايه هتعيش ازاي اصلا. شكرا على اتصالك يا جنة. عايزه اضيف حاجه كمان يا هدير ان المفروض ان الست يعني لو في بوزيشن كويس والراجل ممكن يكون متضايق من ده قبل ما تدخل بيتها تقلع كل البوزيشنز الكتير اللي هي خدتهم يعني ترميهم بره قبل ما تدخل البيت تتعامل معاها كانها زوجه. ايوه صحيح صحيح. بس انا كنت عايزه اعلق على كلام جنة. كانت بتقول
ان المفروض ان الناس اي زوج وزوجه يتعلموا المبادئ بتاعه الحياه الزوجيه والمسؤوليه والكلام ده. ده صح جدا. انا برجح ان هنا في مصر يعملوا اكاديمي تدي كورسز ان هم يتعلموا فيها العلاقات الزوجيه والتوفيق فيها. الموضوع محتاج يا بنات حلقات كتير قوي. نطلع فاصل نرجع لكم بفقرتنا الثانيه.